السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا، ازي حالك؟ الحمد لله، اتفضل. اتفضل، الله يبارك لك. هل يجوز لرجل ان يوزع تركته قبل موته على سبيل الهبة؟ وهل يجوز ان الست او البنت تأخذ الهبة مثلها مثل الرجل؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهل يجوز للرجل ان يوزع ميراثه قبل موته على سبيل الهبة؟ الأفضل والأسلم لدينك أن تبتعد عن مثل هذا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الأعلم من سيموت أولا. لكن إن خشيت أن يظلم بعض الورثة بعضا، من الممكن أن تقسمها تقسيما شرعيا للذكر مثل حظ الأنثيين، وتحفظ الأوراق في مكان بعد الموت. إذا أنت مت قبلهم يعطي لكل ذي حق حقه، وتكون كأمانة محفوظة دفعا لما قد يتأتى من الحيل. لأن الهبات من العلماء بل الجمهور يقولون تسوى المرأة بالرجل في الهبة. فهناك من يريدون الفرار من التوريث، من التوريث الذكر مثل حظ الأنثيين، فيريد أن يسوي بين الرجل والمرأة في الميراث، فيعطي الرجل مثل المرأة في الهبات قبل أن يموت، احتيالا لحرمان أحد الأولاد الذكور من حقه المقرر. فتفاديا لهذه الحيل اترك الأمور كما هي، وإن كانت هبات كبيرة فالذي أختاره أن للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانت الهبات كبيرة. أما إن كانت الهبات صغيرة فسوي بينهما، يعني تعطي الولد 100 جنيه، تعطي البنت 100، تعطي الولد 1000، تعطي البنت 1000، متحملة. لكن الهبة التي تقوم مقام الميراث، عندك 3 شقق تعطي أو 4 شقق تعطي البنت شقتين والولد شقتين، تكون قد ظلمت الولد في هذه الحال، والله أعلم. وهي من الحيل، والله أعلم.